هذا وانتفضت وسائل التواصل الاجتماعي رفضا للحمله المسيئه ضد المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتعبيرا عن كامل التاييد والتضامن مع كل ما تتخذه المملكه الشقيقه من اجراءات لحفظ امنها واستقرارها وسيادتها وتصدرت الوسوم المؤيدة للشقيقة الكبرى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث ضجت بالعبارات المؤيدة والداعمه للسعوديه ضد اي عدوان سافر على سيادتها بمشاركه مغردين من مختلف الدول الخليجيه والعربيه وعبر المواطنون السعوديون عن فخرهم بقيادتهم الحكيمه ممثله بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله وتأييدهم للاجراءات المتخذة كافه رافضين اي مساس بامن واستقرار المملكه الشقيقه فيما شارك مغردون من مختلف الدول العربيه في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تاييدهم ودعمهم للسعوديه ووقوفهم الى جانبها في مختلف المواقف والظروف